يتابع محللون وخبراء التحولات التي بدأت الكويت في تجسيدها أخيرا عبر القيام بمراجعة شاملة لسياساتها في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الريع النفطي الذي ظل المورد الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات، كما يتم بحث ومناقشة سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية ورؤية كويت جديدة. في إطار سعي دولة الكويت نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على أرض الواقع، فأنها تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، فضلا عن العمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع، بغية تنويع مصادر الدخل والحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. تنويع مصادر الدخل هو جزء من رؤية الكويت وليس هو الهدف الأساسي، لأن اليوم بالنسبة لنا تنويع مصادر الدخل هو عدم التركيز اقتصاديا على مصدر معين ألا وهو النفط، فيفترض أن احنا نوجد الخيارات الأخرى للدخول في هذا الجانب. أنا بالنسبة لي علشان حنا نعتقد نرتقي في هذا الملف لمستوى أفضل يفترض يكون في تسليط الضوء على ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية. الشؤون الاقتصادية هي التخطيط ومتابعة الأداء وقياس الأداء والتأكد من تحقيق الأرقام. دولة الكويت تسير بوتيرة جيدة في ركب التطور نحو الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل من خلال جلب الاستثمارات بعيدا عن النفط ومشتقاته. اليوم عندنا مدخرات كبيرة جدا، عندنا صحيح عندنا صندوق السيادي كدخل إضافي وفي نوع من الدعم، عندنا مصدر النفط، ولكن فعليا اليوم قاعد نشوف حتى بوجود هذه المصادر اللي موجودة في الدول الخليجية قاعد تسعى إلى فتح مشاريع اقتصادية كبيرة جدا. اليوم يعني اليوم عندنا مشاريع على سبيل المثال لو فتحنا بس بغض السياحة من ناحية أو تطوير مشاريع ضخمة جدا، اليوم تطوير فيلكة على سبيل المثال فيلكة بشكل كبير جدا مسويها منطقة سياحية ضخمة. ويؤكد المحللون على ضرورة تحسين مخرجات العملية التعليمية لتكون بالجودة المطلوبة بما يخول الجيل الجديد التعامل مع بيئة الأعمال والمشاريع التي سيطرحها القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية التي تتطلع لتنفيذ مشروعات في دولة الكويت. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.